استضاف هرفير نار مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم اللاعب المغربي الفرنسي كيف مالكوي إلى لائحة اللاعبين الذين يعتزمون المنادات عليهم في الفترة المقبلة من أجل تعزيز خطوط المنتخب الوطني قبل نهائيات كأس العالم المقبلة بروسيا. وذكرت مصادر إعلامية فرنسية أن الناخب الوطني يتابع منذ فترة كيف مالكوي الذي يلعب في فريق ليل الفرنسي ويرغب في أن يعزز صفوف الأسود في القادم من المباريات، على الرغم من كون الأخير سبق له وأن عبر عن رغبته اللعب مع المنتخب الفرنسي بدل المنتخب المغربي.